تلبية لدعوة الرئيس السيسي لعقد قمة لبحث مستقبل القضية الفلسطينية، توافد قادة دول العالم لمصر للمشاركة في قمة القاهرة للسلام. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي، ويشددان على رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم وضرورة استدامة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وغوتيريش من أمام معبر رفح يؤكد أن مصر بلد ذات سيادة وستدخل المساعدات لغزة وفقا لقوانينها، ويشكو مصر لإسهاماتها في دخول المساعدات. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. التضامن المصري للأشقاء الفلسطينيين مستمر ومتواصل لحماية القضية الفلسطينية منذ عقود، حيث بذلت فيه مصر الجهد والعطاء والدماء لإعلاء قضية العرب الأولى. الرئيس السيسي دعا لعقد قمة دولية لبحث مستقبل القضية الفلسطينية، وعلى الفور لبى قادة دول العالم الدعوة، حيث توافد لمصر للمشاركة في قمة القاهرة للسلام. ما هو السلام؟ هو الأمن، الأمان، الإيمان، الأمل الذي يبحث عنه الجميع. هو الصخرة التي تتحطم عليها الأطماع والحروب، هو الذي به نحلم ونتنفس، أن تجد النور في كل طريق، أن تعيش بلا خوف أو دمار. هو أمانة الإنسانية في الأرض، هو المكان والزمان الذي فيه نقف ونسلم. إن العالم ليس مكاناً للعيش بلا سلام. دعوة للسلام في قمة القاهرة للسلام يوم 21 أكتوبر. تستضيف مصر غداً قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تهدف إلى بحث مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام. كما تناقش القمة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين والدفع نحو تفعيل العملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تتبناها قمة بيروت عام 2002 بمشاركة إقليمية دولية واسعة وعدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم، وفي مقدمتها السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وتحشد القاهرة الدول الغربية والإقليمية الفاعلة لدعم التحركات المصرية التي تهدف من خلالها مصر لتوفير ممر آمن وعاجل لتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي محاولات ترمي لتصفية القضية الفلسطينية على أساس دعوات النزوح أو سياسات التهجير. We'll be right back.
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية سفيان أحمد أبو زيد أكد أن الفرصة متاحة غدا لتصحيح المسار وصحوة الضمير، ذلك في إشارة إلى انعقاد مؤتمر قمة القاهرة للسلام غدا بمصر. يأتي هذا في حين نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر حسابه على منصة إكس صورة لشعار قمة القاهرة للسلام التي تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إنني أدعو كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورا للمسار التفاوضي. أؤكد ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري، وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيسين ناقشا آخر مستجدات التصعيد العسكري الراهن في قطاع غزة، بالإضافة إلى جهود احتواء الموقف. وأشاد الرئيس الفرنسي بجهود مصر في هذا الصدد، لا سيما الدور القيادي في تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع. وأكد الرئيسان الضرورة القصوى لضمان تدفق المساعدات بما يحد من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة. أوضح متحدث الرئاسة أن الرئيسين توافقا بشأن خطورة الوضع الحالي، لا سيما في ظل التبعات غير المحسوبة لتوسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة. تلقى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره التركي رجب طيب أردوغان. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول متابعة التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيسان التحركات الجارية لحشد المجتمع الدولي نحو موقف موحد لدفع التهدئة وخفض التصعيد. وأضاف متحدث الرئاسة أن رئيس تركيا ثمن الدور المصري في تنسيق الجهود الإنسانية وتعزيز مسار السلام، حيث شدد الرئيسان على رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، وكذلك ضرورة استدامة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل مستدام، مع تأكيد أهمية تكاتف المجتمع الدولي للعمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي، واستنادا لحل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة التحرك الجماعي للسيطرة على التطورات في قطاع غزة، لافتا إلى أن أكثر من 4000 سقطوا على الأحداث في غزة، من بينهم 1500 طفلة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك. احنا محتاجين فعلا في المرحلة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي ان احنا نتحرك جميعا من اجل احتواء تطورات قد لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة، وقد تداعياتها تتجاوز حق الدفاع عن النفس اللي احنا دايما بنتكلم عليه. انا بكلمك النهاردة فخامة رئيس الوزراء وبقول ان في تقريبا 4000 من المدنيين سقطوا في القطاع، وحوالي 1500 منهم 1500 طفل، وبالتالي مهم جدا جهودنا اللي بتبذل النهارده لاحتواء هذا الامر حتى لا يتسبب الاقتتال في سقوط مزيد من المدنيين. لازم اسجل هنا واقدر جدا الجهود اللي بذلت من فخامه الرئيس بايدن ومنكم في اقناع اسرائيل بالسماح بفتح معبر رفح حتى يمكن لنا ان نقوم باصلاحه نتيجه القصف اللي تم فيه خلال الايام الماضيه وادخال المساعدات الى القطاع. وهنا باكد مهم قوي ان تفضل
سيل تدفق المساعدات يصل إلى القطاع من مياه ومن مواد طبية ومواد إنسانية أخرى، حتى لا يكون هذا الأمر يؤثر على 2.3 مليون فلسطيني موجودين في القطاع. فخامة رئيس الوزراء محتاجين جدا ان احنا ننسق ونتعاون من اجل الا تنزلق المنطقه في حرب على مستوى الاقليم بالكامل، يكون تاثيرها مدمر على المنطقه وعلى السلام في المنطقه. ايضا محتاجين فخامة رئيس الوزراء ان احنا يعني نكون احد الدروس اللي نستخلصها من الازمه دي هو احياء عمليه السلام مره اخرى، واعطاء امل الفلسطينيين باقامه دولتهم الفلسطينيه على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وهنا خلينا نسجل برضو بتقدير تفهمكم لأهمية عدم السماح بنزوح المدنيين من غزة إلى سيناء. هذا أمر شديد الخطورة وقد ينهي القضية الفلسطينية تماما، وده أمر إحنا حريصين على أنه ما يحصلش. مرة تانية فخامة رئيس الوزراء برحب بك، أهلا وسهلا، وسعيد بكل الجهود اللي بتبذلها. بريطانيا دولة عظمى لها مكانتها لها قدرتها على التأثير مش بس في المنطقة في العالم. شكرا جزيلا. Thank you very much. And the honor to meet you. Thank you very much. سيدي الرئيس، شكرا جزيلا على حسن الوفادة والأجواء الترحيبية، كذلك على الأوقات التي قضيناها معا في مثل هذه الأوقات العصيبة بين الأصدقاء والشركاء مثلينا أن نتحدث عن هذا الموقف. هل لي أولا أن أثني على جهودكم فيما فعلتموه بشأن ملف معبر رفح، لأننا تحدثنا منذ فترة عن إيماننا الكلي في تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وبالطبع نتطلع لعمل ولعب عظيم الدور جنبا إلى جنب مع مصر حتى نضمن وصول المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن. إذن تستحقون المزيد من الثناء والشكر والتقدير على فعل ذلك. كذلك أود أن أشارك معكم آرائي وأفكاري بشأن ما فعلته حماس، وأظنكم تتفقون معي في أنها أعمال إرهابية مروعة. ونحن الآن نؤكد على أن كل الأبرياء الذين راحوا ضحية أعمال حماس الإرهابية المروعة، حتى أن الفلسطينيين أنفسهم هم ضحايا لحماس. كذلك أود أن أتشارك معكم رؤية بشأن كيف يمكن للفلسطينيين أن يعيشوا في أجواء الأمن والكرامة والسلام، وبالطبع أتمنى أن نتشارك معكم في هذا الموضوع الآن. شكرا جزيلا لوقتكم. الرأي العام المصري والرأي العام العربي يتأثر بعضه ببعض، وإذا ابتدع الأمر إن أنا أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة فستروا ملايين من المصريين. قسما بالله اللي حيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض.
تشهد محافظات الجمهورية وقفات تضامنية في جمعة تحيا مصر تلبية لنداء الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض تهجير الفلسطينيين ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودعما للأشقاء الفلسطينيين. ثمن المشاركون في وقفات التضامن مع الشعب الفلسطيني دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعقد الفوري لقمة القاهرة للسلام لمساندة القضية الفلسطينية، كما أكدوا على مساندة موقف مصر الذي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بقوة العدوان لما يعنيه ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية. يأتي ذلك فيما تتخذ وزارة الداخلية كافة الإجراءات لتأمين المتظاهرين. شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالوقفة الاحتجاجية الحاشدة أمام نصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر الرافضة لتهجير أهالي قطاع غزة والمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية بقطاع غزة لدعم الفلسطينيين. كما تطالب الحملة الرسمية الوقوف الفوري للاعتداء على المدنيين في غزة في هذا الصراع مع إدانة الجرائم الإسرائيلية في القطاع ولدعم تفويض القيادة السياسية في إدارتها للأحداث الجارية وتضامنا مع الأشقاء في فلسطين. جاء ذلك بمشاركة كل أطياف الشعب المصري صفا واحدا لدعم وتأييد القيادة السياسية المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على الأمن والسلام بالمنطقة وحفاظا على الحقوق المشروعة لشعب فلسطين الشقيق. نيابة عن فناني مصر جينا هنا على بوابة رفح المصرية عشان نعلن تضامننا الكامل مع أهالينا في غزة، نقول لهم الوجع واحد، الألم واحد، الفنانين المصريين معاكم، بيبعت لكم رسالة وجينا لغاية هنا عشان نقول لكم الرسالة، أنتم في القلب، قضيتكم هي قضيتنا، وجعكم هو وجعنا، شهداءكم هم شهداءنا، وفلسطين عربية وهتفضل عربية. وعايز باسمي وباسم كل الفنانين أتقدم بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفه العظيم، الموقف الذي يليق بمكانة مصر وسط الأمة العربية بل وسط العالم كله. وإحنا قلوبنا كلنا مع أهالي غزة وأهالي فلسطين، وإن شاء الله هنصلي في المسجد الأقصى إن شاء الله. إن شاء الله قلنا فلسطين عربية وبنقول إن سيناء مصرية، سيناء خط احمر. احنا موجودين مع ناقدنا دكتور اشرف زكي ومع لفيف من فناني مصر الكبار امام بوابه رفح لدعم القضيه الفلسطينيه ودعم اهالينا في غزه، وفريق اخر من فناني مصر في المنصه اليوم لدعم القضيه الوطنيه المصريه في كافه ميادين مصر. كل الدعم للقضيه الفلسطينيه ورحم الله شهدائنا في غزه، وكلنا بندعم سيادة الرئيس وبنفوضه، بنفوض سيادة الرئيس هنا من قدام رفح. لا مساس بالأرض المصرية ولا مساس بسيناء، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.
نشكر جدا الموقف المصري الشعبي والسياسي والإرادة العربية بشكل عام. قلوبنا مع غزة، قلوبنا مع فلسطين، إن شاء الله الغمة هتتشال. إحنا النهاردة بالنيابة عن كل زمايلنا فنانين وعن كل الشعب المصري جايين على الباب ده، وبنتمنى زي ما قال أخويا سامح إن يجي اليوم اللي ندخل فيه من البوابة دي ونخش نصلي جوه. نقول جملة واحدة بس لإخواتنا الفلسطينيين، إن إحنا مش بعيد، والقيادة السياسية المصرية عنكم مش بعيد، وإن إحنا مش بعيد عنكم خالص، أنتم في القلب. نقول لإخواتنا في فلسطين إن إحنا معاكم وفي ظهركم، وعشان نقول القيادة السياسية إن إحنا اتحركنا وجينا، وبنفوض سيادة الرئيس وبنقول له شاور تلاقي هنا 100 مليون فدائي. يا سيادة الرئيس شاور تلاقي هنا 100 مليون فدائي. أنا مش لست لوحدي اللي جيت، في ورا الكاميرات ستات وبنات وشباب بيتين هنا، وإحنا نقدر نيجي مشي عشان نعلمهم ازاي يعني ايه عروبه، ويعني ايه وطن، يعني ايه دفاع عن الارض والعقيده، يعني ايه عزل اطفال انتوا بتترعبوا منهم. رسالتي اللي عايز اقولها النهارده هو كل الملايين من الشعب المصري اللي بيقولوها في كل ميادين مصر، ان مصر لن يفرض عليها امر واقع. المؤامره اصبحت مكشوفه للجميع، للداخل وللخارج، ومصر بتتصدى ليها شعب وقياده. النهاردة الملايين اللي موجودين في الشارع بيثبتوا للمرة الألف أن القيادة المصرية ليست وحدها، ومعها تفويض كامل من كل أفراد الشعب المصري بالتصرف كما ترى لحماية الأمن القومي المصري، لحماية أرض سيناء، لمنع تهجير الفلسطينيين، لمنع تصفية القضية الفلسطينية. إلى ذلك نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، نظمت مسيرة حاشدة ضمت ما يقرب من 1000 متطوع طافت شوارع المحافظة. وخلال المسيرة ندد المتطوعون بممارسات إسرائيل، حيث أعلنوا تعاطفهم التام مع المدنيين من أهالي فلسطين والأطفال، وأكدوا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى كل الدعم من الشعب المصري الذي نزل في الميادين للتعبير عن الوقوف بجانب قرارات الدولة. نازلين تأييدا لقرارات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص الحفاظ على الأراضي المصرية والهوية المصرية اللي بنعتز بيها. النهاردة متواجدين كمان دعما للقضية الفلسطينية، وإرسال رسالة للعالم كله بأن مصريين واقفين دايما في ظهر أشقائهم الفلسطينيين. ملايين من الشعب المصري نازلة لمساندة القضية الفلسطينية ولدعم قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا الحمد لله رب العالمين المساعدات النهاردة بدأت تنفذ وإن شاء الله تخش، وإحنا الشعب المصري الوحيد اللي تبرع بدمه للشعب الفلسطيني. بنوصل رسالة للقيادة السياسية المتمثلة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنقول له إحنا خلف سيادتك في كل قراراتك، وبنقول النهاردة إحنا خارجين عشان نقول للشعب الفلسطيني إحنا كلنا نسيج واحد وشعب واحد، وإحنا مصر دايما موقفها معروف في القضية الفلسطينية. إحنا النهاردة جايين نقف ورا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنقول له احنا معاك وبندعمك وفي ظهرك في كل قرار بتاخده، لان عارفين قراراته ازاي حكيمه، وازاي الناس عارفه الرئيس يقدر امتى يقول اه وامتى يقول لا. وبنقول لشعبنا وشعب مصر احنا جايين النهارده نقف عشان نقدم المساعدات وندعو ان هي تخش النهارده المعبر لاهالينا في غزه، وبنقول لهم احنا معاك قلبا وقالبا، واحنا اهل واحنا شعب واحد. أنا النهاردة نازلة بأيد قرار الرئيس إن إحنا نقف جنب إخواتنا في فلسطين، وننزل ندعم القضية بتاعتهم ونعرفهم إن هما مش لوحدهم، وإن قضية التهجير دي إحنا كلنا ضدها وخلف سيادة الرئيس في أي قرارات هياخدها بخصوص القضية الفلسطينية وبخصوص حل النزاع اللي بيحصل هناك. بنرفض بكل ما نمتلك من قوة العدوان الإسرائيلي الغاشم على شعبنا من أهل فلسطين، ونرفض بكل ما نمتلك من قوة تهجير الشعب الفلسطيني، ونرفض وآخرها ما يحدث من ضرب أو القصف مستشفى المعمداني فوق كل القوانين الدولية وفوق كل المعايير والمحاكمات الدولية، إن هم يقصفوا مستشفى فيه أطفال ونساء وشيوخ. بنحيي القيادة السياسية وموقفها الواضح والصريح، وإحنا بنقول الحمد لله في الظروف دي. يمكن من فترة الشعب المصري كله من جميع الطوائف كلها ملتفة وراء القيادة السياسية برئاسة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. التصريحات واضحة وصريحة والموقف المصري واضح، وإحنا كلنا نازلين النهاردة داعمين لقرارات السيد الرئيس. أكدت أن مصر
ترفض تصفية القضية الفلسطينية أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة. ما يحدث في غزة الآن هو ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما هو محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر. وإذا استدعى الأمر فستروا ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر، وهذا أمر نحن نرفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير إلى سيناء. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن مصر دولة ذات سيادة، لافتا إلى ضرورة احترام القوانين المصرية بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وخلال مؤتمر صحفي أمام معبر رفح البري، طالب غوتيريش بإعلان وقف إنساني لإطلاق النار في غزة لحماية وإغاثة المدنيين. نحن في بلد ذات سيادة مصر، وهذا ضروري لإدراك للإقرار بقوانين المؤسسة المصرية باسم صليب الهلال الأحمر المصري. من أجل أن تحويل نقل المساعدة لهذا الجانب يجب أن نوفر الوقود، لذا يجب أن نضمن وجود وقود كافي في هذه الجهة لأوصالهم للمحتاجين. لذا واضح للغاية أنه ضروري جدا حل هذه المشكلة في أسرع وقت وبسلاسة لتأكيد هناك دعم كبير وإنساني للشعب في غزة. للأسف هذه ليست عملية إنسانية عادية، هذه عملية في منطقة حرب، وهذا هو سبب مناشرتي لإطلاق الوقف إطلاق نار إنساني. هذا وأعرب غوتيريش عن امتنانه لمصر حكومة وشعبا على الجهد المبذول لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأوضح غوتيريش أن مصر هي العمود الفقري في توفير الأمل لأهالي القطاع. وأريد أن أعبر بامتناني الخالص للشعب وحكومة مصرية. هي مصر هي العمود الأساسي التي سيوفر الأمل لهذا الجانب والأمل لنقل الشاحنات لدعم الشعب. وأنا غيث الطعام، مساعدات الطعام ومساعدات إنقاذ الحياة ستنتقل أيضا للشعب، للناس الذين يحتاجونهم. هنيا له الشهادة. مفيش وصف لحجم الدمار اللي احنا فيه. زهرة هي شايفة معها ورد مسجدها. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 4218 شهيدة، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 13400 جريح. من جانب آخر، صرح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي إن الصراع بين إسرائيل وفلسطين ربما يعرض للخطر الموارد الإنسانية المحدودة بالفعل والتي تمس الحاجة إليها في أجزاء أخرى من العالم. وقال فيليبو جراندي إن المفوضية قلقة من احتمال أن تمتد الحرب خارج إسرائيل وغزة. Thank you.
واجهت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية مناشدة عاجلة إلى المجتمع الدولي، وذلك عقب تلقيها تهديدا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس. وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تلقت المطالبة بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين، والذين لجأوا إلى المستشفى باعتبارها مكان آمن فضلا عن الطواقم الطبية. وطلبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، طالبت العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالذي حدثت في مستشفى الأهلي المعمداني. وأما عن أحوال الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. درجات الحرارة مشاهدينا، نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية.
لم يتبقى فيها إلا التذكرة بأبرز ما جاء فيها من عربي. تلبية لدعوة الرئيس السيسي لعقد قمة لبحث مستقبل القضية الفلسطينية، توافد قادة دول العالم لمصر للمشاركة في قمة القاهرة للسلام. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي، ويشددان على رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم وضرورة استدامة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. غوتيريش من أمام معبر رفح يؤكد أن مصر بلد ذات سيادة وستدخل المساعدات لغزة وفق قوانينها، ويشكر مصر لإسهاماتها في دخول المساعدات. ختام نشرة التاسعة، لكن هواء التاسعة ما زال مستمرا. نعم، والزميلة هدير أبو زيد، مساء الخيرات يا هدير. مساء الخير رجاء. مساء الخير يا سارة، يعني بنتابع معاكم مع السادة المشاهدين كل التطورات اللي بتحصل على الأراضي الفلسطينية، وأيضا النهاردة والتظاهرات اللي حصلت في كل المحافظات المصرية دعما لقرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعني حقيقة تحرك من الناس اللي كانت قلوبها بتغلي الأيام اللي فاتت. صحيح. ومع الحديث عن تهجير للفلسطينيين وتصفية للقضية الفلسطينية لتهجيرهم. نعم. بالتأكيد كمان هدير، يعني هيكون في تركيز بشكل كبير جدا عن قمة التي دعت إليها مصر، التي المفروض هتعقد غدا إن شاء الله السبت، قمة القاهرة الدولية للسلام، وأهداف القمة، رسائل القمة أكيد طبعا في تركيز عليها طبعا من مختلف الدول فعلا النهارده. صحيح صحيح، هنتابع معاكم مع الساده المشاهدين كل التطورات اللي بتحصل وكل التجهيزات اللي بتحصل لقمه سلام غدا، والحقيقه ده تكليل لجهود بتعملها الدبلوماسيه المصريه والقياده السياسيه على مدار 13 يوم من القصف الاخير على غزه، لعل يكون في نتائج ايجابيه كبيره لهذه القمه تجاه القضيه الفلسطينيه وتغيير في مواقف الدول الاوروبيه والاداره الامريكيه تجاه هذه القضيه. هنتابع معاكم ومع الساده المشاهدين. كل الأنظار بكرة إن شاء الله ستتجه إلى العاصمة الإدارية الجديدة نحو القمة، قمة القاهرة الدولية للسلام. يعني هنتابع بقى، هننضم إحنا لصفوف المشاهدين. صحيح. نتابع هدير. بشكركم، بشكر كل صناع نشرة التاسعة، واستأذنكم نبدأ حلقة.